Here is a list of the names of fruits shown in the picture above. هنا صور الفواكه الموجودة في الصورة. أسماء الفواكه الموجودة في الصورة. خلينا نشوف إيش الفواكه هذه. كيف بتيجي في الدكان؟ بيجي لك فواكه وخضار كلمات ويقول لك صنفهم إيش فروتس وإيش فيجيتابلز. ما هو أنت مش عارف الكلمة. مثلا مش عارف الكلمة إيش معناتها. مثلا سترس إيش هي؟ تحطيها في الخضار غلط. أبل تفاح. جريب فروت كرافوت. كرافوت جريب فروت. جريب فروت أورانج برتقال. كوكمبر. كوكمبر خيار. الخيار فاكهة ولا خضار؟ بنانا. جرابس. جرابس عنب. مو هاي اللغة الإنجليزية في كلمات تكون حرف وممكن تكون نفس الكلمة أكثر من معنى. بير. لولنجاس بنقول عنه الأجاس أو الكومثري. كومثري سوري. ستروبريز. فراولة. تشيريز. كرز. باينابل. أناناس. ووتر ميلون. بطيخ. فيجز. تين. بلامز. برقوق. ممكن تقول الشغلة هذه مش موجودة عندنا يعني. في فواكه بتكون موجودة عندنا في فواكه مش موجودة عندنا. ديتس. تمور. سايكامور. الجميز. جميز هذه فاكهة زي التين بس أصغر من التين، وهذه لما تكليها بكثرة أسنانك بيصير سود. كاكتس. صبار. ماندرين اللي نوع من الكلمتين اللي بيقول عنه اليوسفي. الصفحة اللي بعدها تحت الصورة الخضار. ايه هل الخيار يعتبر من الفواكه؟ الخيار يعتبر من الفواكه. الخيار ممكن تاكل واحد ياكل باي وقت. والجزر كذلك. الجزر هنا حاسبينه مع الخضار لانه بنطبخ، بس الخيار بنطبخش. ممكن هاي الفكره. ما تدقوش. خلينا نشوف الخضار. ارتيكوك اللي هو الخرشوف. سيبوكم من كلمة خرشوف اللي هي الكوسة. الفقوس سوري فقوس. ارتيكوك اللي هو الفقوس. بيتس. البنجر. سيلري. كرافس. اونيونز. بصل. بروكلي. بروكلي زي الزهرة. كابج اللي هو الكرومب الملفوف. كورن. ذرة. بيز. بازيلا. بينز البقوليات الفول أو اللوبيا أو الفاصوليا. والفاصوليا لها كمان اسم حنأخذه كمان شوي. كاروتس. جزر. لاتس. خس. توميتوز. بندورة. أسبرغاس. هيليون. شو الهيليون؟ مش موجود عندنا في غزة؟ خلاص.
بيتروت، جذر الشمندر، كوليفلاور اللي هو القرنبيط. شو القرنبيط؟ الزهرة. كوجيت أو بيبي مارو اللي هي الكوسة. إيج بلانت باذنجان. جرين بينز فاصوليا خضراء. كيدني بينز أو فرنش بينز اللي هي الفاصوليا. كيدني اللي هي الكلية. كيدني بينز يعني الوقريات اللي زي شكل الكلية، اللي هي الفاصوليا واللوبيا الناشفة، كلها تعتبر كيدني بينز. مارو بيز نوع من البازيلا اللي هي مارو فات. ماشروم مشروم. بوتيتوس سافوي زعتر. زعتر خضار بقى. اعشاب ولا اعشاب؟ ما الفجل اعشاب، البصل اعشاب. تاكل الورق ولا لا؟ سكارلت رانر لوبيا، نوع من اللوبيا، لوبيا لون قرمزي. سبانك اللي هو سبانخ. سبرينج بصل أخضر. بصل أخضر. أونيونز بصل الناشف. سكواش وقرع. كوكمبر كوكمبر مرت علينا. خيار. سويت بوتيتوس بطاطا حلوة. تارنب شوية. حطيتيها هنا صح، حطيتيها هنا صح، تقلقيش. تارنب ليفت. ليفت ولا رايت؟ سويت بيبر فليفلة، أو إيش بيقولوا لها في السوق؟ شكلك بتروحوش على السوق. الجامبا بيقولوا لها جامبا، هذا كلمة عبرية أصلاً. هي فليفلة، الفليفلة، الفليفلة أو الفلفل الحلو. بيبر فلفل. بلاك بيبر إيش هذا؟ فواكه ولا؟ هاي الكلمات تكون لازم تكونوا عارفينها، لأن تيجي في عندك كلاسيفاي، بدك تصنف هالفواكه لحال والخضار لحال. آخر شيء عندنا اللي هي النمبرز. بين المئات والعشرات دائما بنحط and. five hundred and twenty. two hundred and eighteen. three hundred and four. three hundred and four. طب هذا الرقم كله two hundred and eighteen thousand five hundred and twenty. دائما بين المئات والعشرات بده يكون ايش؟ and. صعبة؟ هاي 983 508 436,000. الأرقام اللي بعد 377 مين يقراها؟ 377. Next. 486. Next. 912. ممتاز. اللي بعدها.
كم أنت عملتي ثنتين بين الألف؟ لا بس بين المية والعشرات فقط. إيش بيصير؟ قريها تاني. خليها تغلط، أنا بديها تغلط. 5,860. فيش هو؟ خليك ساكتة. 5,860. اللي بعدها تفضل. 3,921. قلنا بين المئات والعشرات نحط أنت فقط. عيدي. ممتاز. اللي بعد في غلط، بعدين حنشرحها. And five. 118,305. يلا ندى. 135 مليون. ايش قال الرقم اللي قرتي؟ ال 15 بالانجليزي. 15. واضح؟ طلع لي. هاي نشرحها هذه الحين. معظمكم بخربط بين ال 15 وال 50، 13 وال 30، 14 وال 40. قلنا تذكروا تين ايج ايش معناتها؟ سن المراهقة. سن المراهقة بيجي 13 اللي بتبدا، كلهم بيبدين بالتين، من 13 الى 19. 13 14 15 16 17 18 19. التين عارفين هذه من 13 الى 19، لكن 30 40 50 60 70 80 90. واضح؟ يعني هذه تخربطيش بينهم. التين اللي هو من 1 من 13 ل 19. جاي عندك في صفحه 38 30 15 16 17 الى اخره. فهدول بنقول اللي بكون الشدة على الرقم مش على التين، لكن 15 لا 15. خلينا نشوف الحين، نشوف الفرق في رقم 3. مين يقرأ الأرقام؟ بس واحد واحد واحدة. 19 90. اللي بعدها يلا انت اللي غلطت فيها. 15 50 13 80 14 14. ايش 40 14. مزبوط، هي مخربطة وخربطت معاه. صح حلة انت. يلا اللي بعدها. 30 13. واضح؟ آخر إشي البرايسز، كيف نحكي الأسعار؟ مثلا لما نقول مثلا 2.5، إيش بيصير؟ 2 شيكل 5. على طول بس. خلينا نشوف written وspoken. في القراءة تختلف، في الكتابة تختلف. الباوند اللي هو الجنيه 40 باوند، تنكتب 40 بي باوند، لكن تلفظها 40 باوندز. طيب 1.99، 1 باوند 99، 2 باوندز 99، 12
40 12 باونز 40. في في الاسعار بدك تحط اسم العمله 2 دينارز 40 3 دينارز 50. هيك خلصنا.